ازاي حضرتك بتقرأ هذه المشاهد وبتشوف هذه الصور اللي لقت إدانة كبيرة مش فقط في الأوساط الإعلامية العربية وفي الشارع العربي والدولي، أيضا في الداخل الإسرائيلي؟ هي طبعا فضيحة متكاملة، سبق وتجربة ذلك في العملية السابقة الأخيرة البرية لإسرائيل في غزة وفشلت بامتياز. يعني كان في تقبط آنذاك، والتقبط الحالي مرجعه الفضائح المرتبطة باكتشاف شخصيات بعينها ضمن الذين تزعم إسرائيل أنهم مقاومين. فتم اكتشاف إعلامي، تم اكتشاف شخصيات أكاديمية موجودة. الحاجة الثانية اللي بدأت طرف الخيط إن ما فيش حد فيهم في كاتش، يعني مفترض في أثناء المقاومة في عمليات سابقة حتى في أثناء إلقاء القبض على أسير بيكون في اشتباك في نوع من العنف، إنما اتضحت الحقيقة يعني بالتدريج. متحدث باسم جيش الاحتلال اعترف منذ قليل بان تم اقتياد من هم في سن التجنيد او يصلح لهم للقتال للتحقيق معهم. طب يعني اذا كان التحقيق معهم انت اصدرت كميه من الاكاذيب يعني هذه المشاهد لو سمحت لي، هذه المشاهد اللي كنا بنشوفها دلوقتي على الشاشه وهم بيقتادوا عدد كبير من الفلسطينيين، دول متجهين للتحقيق؟ هذا الرأي الأخير اللي منذ دقائق بعد ما الدنيا كلها قالت إن دول مش مقاومين وإن دول مش مسلحين، وإن حتى لو يعني السياق نفسه غير منطقي وإن في شخصيات منهم شخصيات معروفة، يعني هم حاولوا يخفوا العيون ويعني يخفوا الملامح، لكن في النهاية تم تمييز عدد منهم اللي هم أكاديميين وإعلاميين لهم أسمائهم يعني. فهو اقتحموا مدارس الأونروا واخذوا منهم من في سن يصلح للقتال وادعوا ان دول مقاومين واشتبكوا واحنا استسلمنا، وفي النهايه تم فتح الامر. طيب يعني لا يخفى على احد ان الصور دي هتدين الجانب الإسرائيلي دائما، يعني حتى لو في الداخل الإسرائيلي أو في الخارج. إحنا عايزين نعرف إيه المغزى من نشر هذه الصور برغم أنهم عارفين كويس قوي أن ده هيتسبب في إدانتهم في المجتمع الدولي؟ الروح المعنوية طبعا في إسرائيل، الاشتباكات الداخلية في إسرائيل التي جعلت البعض لا يثق بأن هناك نيران صديقة قتلت الكثيرين من جنود الاحتلال. ايضا التمييز، البعض يتحدث لماذا تل ابيب لا يسقط منها قتلى في هذه الحرب. ابتدت هذه النعره تزيد ان هناك شرقيين وان هناك سكان مناطق فقيره هم الذين يلقون حتفهم. ايضا مشكله عدم الاعتراف بمصير المحتجزين والاسرى، ده اصلا ضاغط على الجانب الاسرائيلي. منذ قليل برضو صدرت عن معايير يعني احتجاجات صريحة بتقول ان المشكلة مش في غزة ولا استمرار القتال في غزة، مشكلة في الحكومة المجنونة اليمينية التي تقود اسرائيل علشان موضوع القضاء والتهرب من المحاكمات الفساد التي تلاحقها، وعشان الاستيطان. هو في النهاية المستوطنين اقلية داخل اسرائيل، فان الجميع يسير وفق رغباتهم وآرائهم وأساطيرهم ده غير مقبول.